عاودي لنا كيفاش هجموا عليك، عاودي لنا بالتفاصيل. مني هجموا علي انا جالسه في المحل ديالي مع ديك السته هكاك، كتشكي صيفطوا ليا وحده اخرى، وحده اخرى دقات عليا، خرجت عندها انا على النيه ديالي، قالت لي واش انت كديره الميناج في الديور؟ حيت فعلا كنت كندير الميناج في الديور. قالت لي واش انت كديره الميناج؟ قلت لها كنت كندير الميناج، ولكن دابا مني وليداتي ولاو كيقراو راه انا ما بقيتش كندير الميناج. وهي تقول لي ما توريش لي شي وحده اخرى، يعني زعما باش نديها انايا باش تخرجني عند الاخرين. مني قلت لها باش تخرجني، باش تخرجني عند الاخرين. اه قلت لك كانوا ديك الساعه اولادي ما كانوش، كانوا كيلعبوا، ما حضروش لهذا الشيء اولادي. اولادي كانوا كيلعبوا. هي هذيك مني قلت لها راه كاينه شي وحده اخرى، انا عدت ليها هكا حتى كنشوف الاخرين جايين. شكون الاخرين؟ عصابه جايه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. واخا قولي لنا السميه والكنيه ديالك. سميتي سعاد حبي، انا كنسكن في عين سبع دوار المخاليف. الجوج ديالي توفى مدة 8 سنين، انا مدة 8 سنين وانا كنعيش في هاد في هاد الحرب. 8 سنين وانا كنعيش في هاد الشيء، ديما كيتهموني بالفساد وانا بريئه من هاد الشيء. انا الحمد لله عارفه راسي بريئه من هاد الشيء. انا ما كان انا ما كنخرج ما كنضرج، كنت كنخدم. كيفاش تهموا بالفساد؟ ما فهمتش، حاولي تشرحي لينا مزيان. باه كيفاش تعرفون هاد الشيء؟ كيقولوا يعني باش نخوي انا من الدار، انا من قربت الاستفاده ولاو كيديروا فيا هاد الشيء باش نخوي من المحل. علاش نتوما انت ساكنه في شي دار اللي غادي تسكن؟ انا ساكنه في دار الشيخين، وهما كل واحد خايد المحل ديالو، يعني توارثنا فرقنا. مني كان جوج ديالي باقي حي، فرقوا. لوسي خدا محل، لويساتي خداو كل واحد محل محل، انا راجلي هو الصغير بقى في المحل ديال بواهم. هي هادي بقيت جالسه في الدار ديال الشيخين. مني توفى الجوج ديالي بقاو تيقولوا لي هذيك الدار حتى حنا وارثين فيها، حتى حنا عندنا حق في هذيك الدار. كنقول لهم انا لا كان عندكم حق في هذه الدار، حتى انا عندي حق معاكم في هذيك الدار، يعني نفرقوا على اللي عندكم ونجيو نفرقوا اللي عندي. ما تتقبلوش هذه الهضره. علاش نتوما ساكنين في دار مشروكه ولا كله الدار ديالك؟ كله دار، كله دار. انا بقيت في ذاك المحل، كنت انا وشيخي ساكن، انا وشيخي. توفى شيخي بقيت انا ومرت شيخي، توفات مرت شيخي وبقيت انا ووليداتي. عندك وليدات؟ عندي جوج وليدات، عندي بنت وعندي ولد. عندي ولد عنده 11 عام وعندي بنيه عندها 8 سنين. سميت باهم؟ في سميت باهم. وما حتى الولد ديالي كيقول لي هذاك راه ماشي ولد خونا، هذاك راه شوفي منين شتيه. هادو العائله ديال راجلك هما اللي كيتهموك بهذا الشيء؟ هما اللي كيتهموني بهذا الشيء، وكيحرشوا الولد عليا، ولدي ولدي كيحرشوا عليا، كيقولوا ليه امك راه هي اللي قتلت باك باش الولد يكرهني. هادي قسم بالله علي العظيم هاد الهضره، انا راه ولدي نجيبو ويقول لكم هاد الهضره. ولدك شحال عندهم؟ ولدي عنده 11 عام. دابا مع من كتخلي هاد ولادك؟ بنتي عطيها لامي، ملي كنت كنخدم بنتي عطيتها لامي، شادها ليا امي، والولد كيعيش معايا. شنو اللي خلى الاسره ديال الراجل ديالك يتهموك بفساد؟ شنو واش فايت شافوا عليك شي حاجه؟ ما عمرهم شايفين عليا شي حاجه، عمر شي حاجه ما شايفين عليا. هاد الشيء كيقولوا غير باش نخوي، باش نهز، باش نخوي باش ما نتسافتش. انا نخوي وهما يعمروا الدار، هما هاد اللي كتسناو مني. وزيدي كملي لنا شنو واقع لك تما بالضبط؟ شنو ولاو عاود مني داروا بيا شكايه ديال الفساد، راه كتفسد، ما خلوه ما داروا فيا، ما صوروا من ورايا حتى شي حاجه، ولاو كيحرشوا عليا ناس اخرين. ما فهمتش ناس اخرين شكون هما؟ بحالاش هادو الجيران ديالهم؟ عاودي لينا شنو واقع. ولاو كيحرشوا عليا الجيران ديالهم، تيقولوا لهم هذيك راه شي وحده راه مع باك عليا انا، وهذا الشيء ما كاينش. وهذوك الناس جاوا تهجدوك، الناس اللي ديالهم الجيران ديالهم جاوا تهجموا عليا بالجناوه. شنو وقع؟ تهجمني، تهجموا عليا بالجناوه، جاوا سميتو عيط للبوليس، جاوا البوليس وما كانوش همايا وقتلوني. وكاينين الشهود، عندي الشهود. والجيران علاش جاوا دخلوا عندك؟ ما فهمتش. محرشين، محرشين منهم هما، هما اللي حرشوه. هادشي كامل على ود الارض؟ هادشي كامل على ود المحل باش نخوي من تماك، هادشي كله على ود المحل باش تخوي. هادشي شحال وقع ديال الوقت؟ هاد العام، العام اللي فات؟ 8 سنين وانا كنعيش بحال هكا، 8 سنين كلها وانا كنعيش هكا. على اين عام مات راجلي؟ راجلي عنده 8 سنين باش مات. 8 سنين؟ 8 سنين وانت عايشه معاه؟ 8 سنين وانا عايشه بحال هكا. ما عمرك ما التجأتي للسلطه للامن؟ كنمشي كنمشي لعند البوليس، كنمشي كنلقاهم هما سابقني، هما كيضربوني وكيصبقوني كيشكيو. وعندك انت شي اوراق كيثبتوا انك الوارثه ديال ديك ديال؟ عندي عندي. عاودي لنا كيفاش هجموا عليك، عاودي لنا بالتفاصيل.
مني هجموا عليا انا جالسه في المحل ديالي مع ديك السته هكاك، كتجي صيفطوا ليا وحده اخرى، وحده اخرى دقات عليا، خرجت عندها انا على النيه ديالي، قالت لي واش انت كديره الميناج في الديور؟ حيت فعلا كنت كندير الميناج في الديور. قالت لي واش انت كديره الميناج؟ قلت لها كنت كندير الميناج، ولكن دابا مني وليداتي ولاو كيقراو راه انا ما بقيتش كندير الميناج. وهي تقول لي ما توريش لي شي وحده اخرى، يعني زعما باش نديها انايا باش تخرجني عند الاخرين. مني قلت لها باش تخرجك باش تخرجني عند الاخرين. ولادك كانوا ديك الساعه؟ اولادي ما كانوش، كانوا كيلعبوا، ما حضروش لهذا الشيء. ولادي ولادي كانوا كيلعبوا. هي هذيك مني قلت لها راه كاينه شي وحده اخرى، انا عدت ليها هكا حتى كنشوف الاخرين جايين. شكون الاخرين؟ عصابه جايه. أيوة. صيفطوا الاخرى باش ما نعرفش، حيت الاخرين انا اصلا كنعرفهم. باش حتى كنشوف الاخرين جايين من حداش ندير الباب هكا باش ندفعوا عليا هكا، وهما يدفعوا عليا الباب. جات وحده شدت حفنه ديال السود، دخلوا عليا حتى المحل حتى للدار. عندك شهود؟ عندي الشهود. عندي الشهود، عندي الشهود اللي هربوني وسدوا عليا الباب، اللي جاو هذيك الساعه وهربوني وسدوا عليا الباب. لاحت عليا شنو هي اللي داك؟ لاحت عليا حفنه ديال السودانيه وضربتني بحجره في عينك. لاحت عليا حفنه ديال السودانيه في عيني وضربتني بحجره. انا مني شفت هكاك هذيك العصابه وهذه هربوني وسدوا عليا الباب، وكاينين هاد الشهود اللي هربوني وسدوا عليا الباب. علاش اتهموك؟ علاش جاو لعندك؟ شنو الدخل تاعهم؟ تما من العائله ديال الراجل؟ ما هماش من العائله ديال الراجل، ولكن جيرانهم. علاش هاد الجيران؟ شنو الدخل تاعهم؟ عاود لينا هاد الجيران هادو مالو؟ هاد الجيران هادو ما هاد الجيران ما عندي معاهم حتى شي مشكل، ما عندي معاهم حتى شي حاجه. هما معاهم شي من اصلهم من بلادهم ولا ما نعرف شنو. مني داد عاوني هما يوم صور من مورايا حتى شي حاجه، وانا عندي معاه دعوه، عندي شهاده طبيه فيها 40 يوم، بقات يطلبوني ديري لي التنازل، ديري لي التنازل، ملي مابغاش ندير ليه التنازل ولا كيعنفني ولا كيدير لي هذا الشيء ولا كيحرش عليا اخرين. لا ولكن هاد الجيران غير غيجي يدق عليهم، غير غيجي يدق عليهم، غيجي يهجموا عليك ما عندهم ما يدار. محرشينهم. علاش محرش؟ محرشينهم. دابا انا جا حرشني شي حد على شي حد نمشي عنده؟ هذيك بنت عقلها صغير. لا واش اتهموك بشي حاجه؟ اتهموني بالفساد. معنا اتهموني بالفساد مع هاد الجار ديالهم. ها دابا هاد الناس هادو جاو تهجموا عليك لانهم اتهموك؟ اتهموني بالفساد مع هاد الناس اللي جاو تهجموا عليا، اتهموني بالفساد مع باهم. وامهم تتقول انا هاد السيده راه ماشي هي اللي مع راجلي، راه وحده اخرى مع راجلي. وجاو البوليس ولقاو فعلا وحده اخرى اللي مع جاو البوليس ولقاو وحده اخرى اللي مع باهم، ماشي انا اللي مع باهم. دابا شنو المطلب ديالك من الناس المسؤولين ومن السلطه ومن الامن؟ شنو الطلب ديالك؟ شنو بغيتي تقولي لهم والناس اللي كيسمعونا حاليا؟ نطلب من الامن يحميني ومن السلطه تحميني. انا راه وليت عايشه في الخطأ، وليت عايشه في الخوف. انا راه وليت كنتخربش على شي حاجه حدايا، وليت كنخاف انا وليداتي وعايشه الملك.